طعون وشرحوا له قالوا له يا جنرال هيدا القرار بياخذنا على يا الافلاس يا التسكير يا اما نفكر ننقل مصانعنا، فرجوه بالارقام انه ما بيتحملوه. نعم. نحن صرنا 3 اشهر عم نحكي كرامه 25,000 اذا بنزيدها شو ممكن يصير بلبنان وبصناعته، بروح كرامه العند. ويمكن هن شايفين انه هيدا الشيء بوسطه شيء بالسياسي شيء مطرح بوسطه على شيء هيك بيت ابيض كبير يعني بوصلهم بياخذوا البلد على المجهول، اخذوا البلد على خراب. بقى مبروك مبروك عليهم. اليوم ستجتمعون كما قلت لي في اجتماع الساعة 3 اليوم الهيئات الاقتصادية من أجل ماذا؟ من أجل نحن ما حنسكت، نحن حنوصل حنرفع دعوة مجلس الشورى الدولي. ما بدي أسبق أنا يعني في الساعة 3 اجتماع في قرارات حتتاخذ، ولكن حنحارب لغاية يعني لغاية آخر ما بتقولوا رمق مشان نقدر نجنب لبنان من 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 إفلاس. يلي صار امبارح هو كارثي، وانا بدي اقول لك الوزراء يلي صوتوا هن كانوا معنا امبارح عم بيقولوا لنا استعجلوا بالاتفاق لانه هيدا قرار خراب للبنان، هيدا قرار بياخذ الصناعه. انا بستغرب من هؤلاء الوزراء؟ أنا وزير الصحه وزير السياحه وزير الصناعه. بقى انا يعني مع العلم كلهم اصدقائي وكلهم عندي علاقه شخصيه معهم. بس كيف تحكوا هالحكي وكيف بتصوتوا بالسياسة؟ أنا بحيي بس الوزير مروان خير الدين اللي هو رفض مع العلم هو يمكن بالسياسة معهم، ولكن بعتقد ضميره ما خلي أنه يقدر يصوت على خراب لبنان الاقتصادي. بقى بهني قلتم أنكم ستطعنون بالقرار أمام مجلس الشورى وستتخذون خطوات أخرى. اليوم بعض الصحف مذكرة بخطوات اتخذت بالماضي لمؤسسات تجارية أقفلت أو أعلنت الإضراب من أجل مواجهة قرار لرفع الضريبة. ما بدي أستبق الأمور، كلياته وارد. القرار يلي صار عيب يتاخذ قرار من بعد ما الطرفين المعنيين هن اتفقوا. هل رجعتوا تواصلتوا مع الاتحاد العمال العام من أجل هذا الشيء؟ صارت امبارح وانا يعني اليوم مثلا بعد بصراحه بعد ما صار فيه، ولكن حيصير في اجتماع معهم اكيد اليوم، وانا بطلب من الاتحاد العمال العام يعني ما يغشوا هذا القرار لانه هذا القرار حياخذ العامل على البطاله. انا بخاف من نزله الشارع وقت ما العامل يكون عاطل عن العمل. نعم. وقت ما العامل يكون جوعان. ما بخاف من نزله الشارع وقت ما العامل موجود بشغله. هذا القرار حيحط عشرات الالاف من العمال بالشارع ببيوتها. ولكن غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام بيقول اليوم بحديث صحفي انه ماليا القرار يلي تم التوصل له منه بعيد عما اتفقتم عليه، يعني يمكن بس في فرق مساله الحق بدل النقل. بالعكس نحن امبارح وصلنا 675,000 وفي 200,000 يعني 875,000، ولكن الصناعه صناعيين 90% من الصناعيين هن بأمنوا النقل لموصفينهم. ما بنقدر لبنان يكون الحد الأدنى باليوم 33,000. وين صرنا؟ نحن وين قاعدين؟ نعم. بوضع اقتصادي سيء، التصدير للأسف متراجع، المؤشرات الاقتصادية كلياتها على التراجع، نجم منزيد بطريقة عشوائية ل 868,000. يقال انه مساله يعني تدخل الدوله باتفاق تم التوصل له بينكم وبين العمال قد يعرض هالقرار للطعن، يعني يمكن مجلس شورى يمكن تجي الخطوه من مجلس شورى. يعني انا اتمنى يصير في صحوه ضمير، واتمنى هذا القرار من اجل العامل ومن اجل الصناعه بلبنان انه هذا القرار يوقف. نحن ما حنسكت وحنكمل لنوقف هذا القرار. ما بيصير كرامة تشبص وزير وكرامة بالسياسة ياخذوا البلد على شفير الهاوية. اليوم الرئيس مئاتي بيقول لجريدة النهار لننتظر ونرى كيف سيطبق القرار وإن شاء الله يقبله لبنانيون وتقبله الهيئات بس الاقتصادية. الرئيس مئاتي كمان بالنهار حذر من هذا القرار. نعم. حذر من القرار بيقول وجميع الوزراء يلي امبارح صوتوا مع القرار
اي هن عارضوه بالاساس مع شرب النحاس بالمجلس الدائري. طب ما الذي حصل؟ عارضوه بالسياسه، باعوا لبنان بالسياسه. يعني ترجموا تمتين العلاقه بين التيار والحزب والحركه بهذا ال باعوا اقتصاد لبنان وباعوا العامل بالسياسه. نعم. اما هن كل الوزراء يلي صوتوا هن ضد هذا القرار، وهن ناقشوه بمجلس الوزراء امبارح وقالوا نحن بنعارض هذا القرار، وقت ما جاء التصويت كانوا مجبورين للاسف انه يصوتوا. لعلهم هنا راهنوا على ان يطعن به من قبل مجلس الدوله. لا 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 لا. وهيك بتكون سجلت نقطه سياسيه لوزير شرب النحاس. شو يعني صرنا لانه يمكن بيحمل بذور الطعن فيه من الاساس، يعني سواء بالحاق بدل النحاس.